بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال له ربه الكريم في محكم التنزيل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يقل له لتسعد لتفرح، فالسعادة والفرح حالات زائلة، أما الرضا فهو دائم ومستمر. وإذا ما نظرنا إلى الآية التي تسبق هذه الآية: وللآخرة خير لك من الأولى. عزيزي المشاهد، إذا ما قدمت الآخرة أعطاك الله، قدمت الآخرة على الدنيا أعطاك الله حتى ترضى. اللهم ارض عنا يا رب. رضي عنهم ورضوا عنا. في هذا الإطار، في هذا الجبر، جبر الله سبحانه وتعالى خاطر سيدنا صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تسعى إذا ما كان سيدنا قد جبر خاطر كل إنسان؟ كان إذا ابتسم ابتسم للجميع، وإذا نظر نظر إلى الجميع في المجلس الواحد، فكان يجبر بخاطر كل الناس. وما أجمل أن تسعى بين الناس جابرا للخواطر. من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية، العناية الإلهية والرعاية الإلهية في جوف المخاطر. حينما تنصت جيدا إلى ما يقال في هذه التقرير التي نعرضها لكم من أصحاب الحاجات التي لابد وأن نكون بجانبهم، لابد وأن نجبر بخواطرهم. انكسر لتنجبر، حينما تنكسر لربك سبحانه وتعالى تنجبر. حينما تجبر هؤلاء الناس الذين من خلالهم نسعى في فعل الخيرات، يجبرنا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التقارير التي نعرضها على حضراتكم في سياق هذه الحملة، حملة سقيا الماء تحديدا وصلاة المياه، في أمس الحاجة لأن تكون هؤلاء هذه الأسر في إطار الحاجات الأساسية، أن نقدم لهم هذه المعونة من خلال هذه الحملة، حملة سقيا الماء. ودائما نقول لحضراتكم الأرقام الموجودة أمامكم على الشاشة هي الأرقام التي يمكنكم من خلالها معرفة كل التفاصيل وأدق التفاصيل والإجابة عن استفسارات ربما تأتي في أذهانكم عن هذه الحملة، كيف تتبرعون، كيف تتواصلون مع المؤسسة مع هذه الحملة لنصل بها إلى أي نقطة الأهالي فيها يحتاجون إلى هذه الوصلات من خلال هذا البرنامج وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامج أما بعد. أهلا بحضراتكم دائما معنا، ورجعنا لكم بعد الفاصل عزيزنا المشاهدين، ومن خلال حملة سقيا الماء اللي من خلالها بنشوف احتياجات أهالينا في القرى اللي ممكن تكون محتاجة لهذه الوصلات ولهذه الخدمات المهمة جدا والخدمات الفاعلة أو الأساسية في حياتها. خلوني أرحب بالدكتور أحمد صبري الداعية الإسلامي من خلال مناقشة أمور كتيرة في حياتنا من خلالها بنقدر نفهم قد إيه إحنا لازم نكون موجودين جنب الناس دول. دكتور أحمد أهلا بيك. حياكم الله. دكتور أحمد، يعني وإحنا بنتكلم بنقول قضاء حوائج الناس، بنشوف احتياجات اللي جنبينا، اللي بعاد عننا، اللي في القرى، اللي في أماكن، يعني لما نسمع إن فيها مشكلة أزمة وأزمة أساسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم صلي وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. احنا عندنا مصطلح كده بنحب نفكر نفسنا به، وهو عبادة جبر الخواطر. عبادة أول ما تقولها ذهنك مباشرة بيروح لإيه؟ لإيه؟ صيام، صلاة، زكاة. كلمة العبادة في حد ذاتها عبادة. أيوة، العنوان كعنوان عقلك وقلبك عبادة، لأن احنا تربينا ان دي عبادة الله. لكن تيجي تحط جنبها جبر الخواطر، يعني ايه جبر؟ يعني ايه عبادة جبر الخواطر؟ الولي الصالح سفيان الثوري رضي الله عنه قال كلام حلو قوي في الجزئية دي. بيقول ايه؟ بيقول: ما رأيت امرا يقرب العبد من ربه أفضل من جبر خاطر أخيه المسلم. يبقى أنت عايز تقرب من ربنا، ربنا قال لسيدنا النبي: واسجد واقترب، صلى الله عليه وسلم. وقال لنا عايز تقرب وانت عايش في مجتمع ما ينفعش تنعزل عنه، ما ينفعش تشوف بعينك ناس محتاجين ان احنا نعمل لهم وصلات مية وتيجي تقول انا مش هشترك مع الناس دي. جبر الخاطر عندنا احنا قلنا دي عبادة وبتقربك قوي من ربنا، وده لا يقلل من أهمية العبادات التي
تعلمناها صيام وصلاة وزكاة وحج وإلى آخر هذه العبادات. ده الأساس اللي من خلاله بتنعكس في سلوكياتنا بعد كده. دي عبادات بتنفعك أنت لذاتك، إنما عشان تكون محبوب عند ربنا وعشان تكون عنصر فاعل في مجتمعك ما ينفعش تعيش لنفسك، لازم تعيش لمين؟ للآخرين. هو ده الإسلام بيعلمك. وعشان كده وإحنا صغيرين يقولك ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. ما ينفعش تعيش لنفسك، تعيش مع الناس، تخلطهم، تشوف حاجاتهم. ربنا أنعم عليك ووسع عليك، بالنسبة لي وبالنسبة لك وصلة المية دي لا تمثل عبء أبدا، لكن بالنسبة للناس اللي إحنا بنروح لهم بتمثل أزمة كبيرة جدا انت حلتها. لما بيعرفوا الإنسان كائن اجتماعي يؤثر ويتأثر، ما ينفعش ينعزل. العزلة، في فرق بين العزلة والخلوة، يعني دي موضوع وده موضوع، ولكن العزلة هنا في شيء من الانطواء، شيء من ربما يحتاج الأمر إلى زاوية أخرى لرؤية الموضوع ده، ولكن الإنسان لازم يكون في وسط الدائرة. احنا نقول في وسط إيه؟ الدائرة، وسط الناس، ياخد منهم ويديهم، يتفاعل ويقدر يكون عنصر فاعل بجد وسط هذه الدائرة، وسط المجتمع اللي بيعيش فيه. خلينا نروح للتقرير اللي معانا دلوقتي، نروح للقرية في الإسكندرية، هنشوف التفاصيل في سياق التقرير ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. احنا دلوقتي بنحفر عشان نوصل وصلة مية، آسف، احنا بنحفر عشان نوصل وصلة أمل وحياة، وكأننا بنحفر في وسط الألم والحزن والتعب والمشقة عشان نوصل لقلوب الناس بالأمل والحياة مع وصلة المية ب3000 جنيه مع مؤسسة نبض الحياة. النهاردة لما شفنا العداد يعني حاجة فرحة تانية خالص، ليه وضع تاني خالص، يعني ربنا يبارك فيكم ويجعلكم من أهل الخير. كنا مجول مية من عند جيراننا، كانت المية قطع عندنا على طول، ما فيش مية، ساعات جيراننا كانوا يبقوا نايمين نروح نخبطوا عليهم ما فيش مية. بعد العداد لا، المية شغالة والحمد لله، ربنا يبارك لكم يا رب. شعور يعني مش عاوز أوصف لك الفرحة اللي احنا فيها، يعني عشان شوية المية ومنعونا من الإحراج اللي احنا كنا نجيبه من الجراكن يعني من عند الناس، يعني كده الحمد لله. فأنت عارف لما الواحد يروح عند حد وبتاع مرة والتانية هيبقى فيها إحراج برضه، إنما كده ربنا يبارك فيكم، يعني العداد دي والدنيا حلوة ومية مية إن شاء الله. جايين بنقول لكم الناس هنا انتوا جبرتم خاطرهم، ربنا يجبر خاطركم زي ما جبرتوا خاطر الناس هنا ودخلتوا عليهم الفرحة والسعادة والسرور. جايين بنقول لكم احنا قدمنا هنا مرحلة أولى، في مرحلة تانية مستنيين نكملها، وفي قرى تانية جنب القرية دي مستنيين فضلكم. كنا فعلا يعني في المية الأول كنا نجيبه من جيركن من عند دي ودي ودي، ويعني حاجة محرجة خالص يعني، فكناش مصدقين ان احنا نوصل للعداد زي كده يعني. وكان سؤالنا ليهم، هل مؤسسة نبض الحياة اتأخرت عليكم في تركيب العدادات؟ يعني ما فيش بتاع 20 يوم شهر حاجة زي كده، مسافة الورق يعني زي كده، دفعناش فلوس خالص، الناس جابت أهل الخير ربنا يبارك فيهم، ويعني والعداد يعني ربنا يبارك فيهم، يعني والعداد ركبه ومية مية الدنيا، يعني ربنا يجعلكم من أهل الخير على طول يا رب. لما جينا هنا وشفنا فرحة الناس وسعادة الناس بكل وصلة مية دخلت ليهم، الحاجة دي فكرتني بالخير اللي هيتحول للناس دي يوم القيامة وحيكون في رصيدهم. ده بيذكرني طبعا بالكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي النهاية تحبوا تقولوا إيه لأهل الخير؟ ربنا يبارك فيهم ويجعلهم من أهل الخير على طول، يجعل دنيتهم كلها خير إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء عليه. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث قال:
لو يعلم المرء ما في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر بعضكم من قولي جزاك الله خيرا. ليه؟ مش قادر أقدم لك حاجة، فوكلت الجزاء لله عز وجل، ويجبر بخاطرك جبرا يليق بكرمه سبحانه وتعالى. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا لكم من تقرير قرية الكفاح بالإسكندرية، وشفنا العدادات وهي بتركب، والناس وهي والناس الكبيرة اللي ماسكة العدادات، وكأني لقيت الفرحة بجد، يعني ارتاحت بعد طول تعب. دكتور أحمد، يعني قد إيه الناس اللي شايفينها في التقرير كانوا بيعانوا قبل كده، وقد إيه كانت الوجود العدادات اللي هي بتضمن وجود المية في البيوت فارق كبير معاهم؟ شوف يا سيدي، الأول بس عايز أخذ حضرتك للحلقة اللي فاتت. أنت فاكر إحنا كنا شغالين في محافظة إيه؟ بني سويف. لا، الشرقية. الشرقية البيضاء، القرية. أيوة، البيضاء. البيضاء. القرية البيضاء. مش كده؟ طبعا. يبقى إحنا شغالين في حملتنا في سقيا الماء، إن إحنا شغالين في كل محافظات الجمهورية. النهاردة بقى رجعت بيك فين؟ اسكندريه. اسكندريه الكفاح، قريه الكفاح. اول ما اقول اسكندريه تقول هو في قرى في اسكندريه؟ يا عم اسكندريه دي ده 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 ده, ده عروس. اقول لك انا بكلمكش عن مدينه الاسكندريه، انا بكلمك عن القرى اللي تبع مراكز محافظه اسكندريه، لان محافظه اسكندريه طبعا فيها مراكز، ومراكز فيها قرى زي اي محافظه موجوده، زي القريه اللي احنا فيها دي. على طول وانا بشوف مع حضرتك التقرير ده افتكرت جبر خاطر سيدنا يوسف، لما الإخوة، انت عارف إخوة سيدنا يوسف عملوا كارثة، انت فاكر حضرتك عملوا ايه؟ طبعا لما خرجوا به وأرادوا ان هم يقتلوه، فحصل ايه؟ واحد فيهم قال بلاش نقتله، تعالوا نرميه في البير، فاتفقوا على ان هم يرموه في البير. عارف ان هم رموه في البير وعملوا ايه؟ شوف 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 الكارثة، وهو قاعد سامع الاتفاق اللي بيحصل عليه، وده كسر لخاطر سيدنا يوسف ان اخواته يعملوا كده، فيقوم يحصل ايه؟ وحينا اليه لتنبئنه بأمرهم هذا، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. استنى كده، هم لما رموه في البير قعدوا يبص عليه هيطلع ولا هيموت، فلما جات القافلة وأرسلوا الخادم بتاعهم يجيب جرد المية، فبدل ما يطلع بالمية طلع بإيه؟ بسيدنا يوسف. فإخوة سيدنا يوسف دخلوا عليه، إيه ده؟ أنت ما جبتش مية ليه؟ ده إخوة سيدنا يوسف بيكلموا سيدنا يوسف، أنت ما جبتش مية ليه؟ فالخادم اللي بيجيب المية بتاع القافلة بص في إخوة سيدنا يوسف قال لهم أنتوا تعرفوه؟ قالوا له أيوة، ده الخادم بتاعنا، بعتناه يجيب مية راح متأخر علينا، شوف لحد فين؟ فسيدنا يوسف في صمت، في ذهول مما يسمع، فربنا يقول لنا شوف الجبر بالخاطر، شوف جبر الخاطر ده بقى يقول وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. ده معناه إيه؟ ما تخافش، كل اللي هيعملوه ده هوى، كل اللي هيعملوه ده ولا هيأثر فيك بحاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هينصرك. هو ده لمسة الأمل ومسحة الأدب والحنان اللي احنا بنعملها الناس زي دول لما نروح نوصل لهم. بص في وجوه كل الناس اللي سجلت، طبعا الكبار والصغيرين، يعني وفرحة لقى المية. هو ده. نقول فرحة لقى المية. هو ده. هو ده. هو ده. ده حتى يا اخي، يا اخي عبادة جبر الخاطر، ربنا يجبر خاطر سيدنا النبي. طب يعني عايزين برضو احنا بنتكلم عن هذه المعاني المهمة جدا، المعاني معاني جميلة، وكلمات اللي بتعبر عن المعاني كلمات حلوة قوي، بس ازاي نقدر نستوعب وندرك ونعي عشان نقدر نشارك في هذه العبادة؟ نعمل، نفعل. نفعل، اتعلم من اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله مع سيدنا النبي. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هو ده جبر خاطر اهو، مش قالوا ده قلاه ربه وانقطع الوحي، وانقطع الوحي الأربعين يوم فسر عنه، ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، فترضى. شوف 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 الآية، شوف لمسة الحنان، شوف الرقة، شوف الأمل، شوف الثبات، شوف لما تروح لواحد
تقول له والله أنا بشاركك همك وحزنك. هو ليه قال له فترضى؟ ليه ما قالوش فتسعد؟ ليه ما قالوش فتفرح؟ ليه قال له فترضى؟ شوف نظرة الرضا في وجوه الناس دي وإحنا بنروح ندخلهم وصلة المية. يعني هي متجاوزين السعادة، متجاوزين الفرح إلى ما هو أشمل وأجمل وأحلى، إلى الرضا. مش لا، وكمان في حاجة، إحنا كلنا بنتعلم إن الدين الإسلامي مش نصوص قرآن وسنة وبس، لا، نزلها في أرض الواقع، عيش الآية، عيش المعنى، عيش الحديث، عيش الحدث نفسه، عيش مع فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عيش مع فعل الصحابة. ده كان حتى يا أخي لما سيدنا يدخل المسجد ويلاقي حد قاعد في المسجد بالبلدي كده كتافه نازلة من الهم. عشان كده وإحنا بنقول بنبقى سعداء لما بنحفظ آية من القرآن أو نحفظ حديث شريف، ولكن الأجمل إنك بعد ما تحفظ تدبر المعنى واجعله سلوك في حياتك، برنامج عمل في حياتك، هتشوف السعادة الحقيقية، هتشوف الفرحة بجد، هتشوف حالة من الحالات اللي احنا بنقول عليها حالة الرضا. خلونا نشوف تاني ملامح وجوه الناس في التقرير، تقرير قرية الكفاح في الإسكندرية. من قرية الكفاح شمال التحرير جينا هنا عشان ننقل لكم الفرحة والسعادة اللي في قلوب الناس، اللي احنا شفناها وحسناها في عيونهم وفي قلوبهم وفي حياتهم. جايين بنقول لكم جزاكم الله خيرا على اللي انتوا قدمتوه. جايين بنقول لكم الناس هنا انتوا جبرتم خاطرهم، ربنا يجبر خاطركم زي ما جبرتوا خاطر الناس هنا ودخلتوا عليهم الفرحه والسعاده والسرور. ان شاء الله العدد جالي معايا اهوت، واهل الخير ساعدوني جزاهم الله خيرا. كان الوضع صعب عن صعب علينا، كنا بنملوا الناس ما كانتش بتتحملنا ان احنا بنجيبوا ماي من عنده، انما دلوقتي بنشكركم ونشكر الاستاذ عبد العاطي ونشكر كل اللي ماشي في مشروع الخير، وربنا يقدركم على الطيب دلوقتي، وبقينا احنا كده احسن، حسينا ان احنا على وش الدنيا، الحمد لله على اللي جاب ربنا. ان شاء الله ما فيش اي تعب تاني بالنسبه لمرات تنقل من بره، تجيب من بره من عندنا سايبه كده. أهل الفرحة يا أهل الخير يا أهل السعادة يا أهل الكرم، رسمتم الفرحة على وجوه الناس، والله البسمة والفرحة اللي على وجوه الناس ما تساوي كنوز الدنيا كلها. أنت قدمت وصلة ب3000 جنيه ودخلت الفرحة والسعادة على قلوب الناس، سعادة مستمرة كل يوم ليك أجر بيها عند ربنا، كل يوم ليك ثواب بيها عند ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك الثواب ده مش هيضيع عليك، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم، وانت بتتعامل مع الكريم والكريم ما بيضيعش. اللي تصدق أو قدم لأجل عباد الله سبحانه وتعالى، فزي ما دخلت الفرحة على عباد الله، ربنا يدخل الفرحة عليك في الدنيا والآخرة. هنيئاً لكل من ساهم حتى ولو بالقليل في قضاء حوائج هؤلاء الناس بأن الله سيرفع عنه البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سيدنا عبد الله بن عباس قال كلمات تكتب بماء الذهب، قال: صاحب المعروف لا يقع، وخلي بالك شوف قال إيه، وإن وقع وجد متكئاً. اهو العداد راكب اهو، والحمد لله والمية اشتغلت وبقينا مية مية الحمد لله، وبقى عندنا مية واحنا بفضل ونعمة الحمد لله. النهاردة المية وصلت في بيوت الناس 24 ساعة موجودة، حسوا بالراحة، حسوا بالسعادة، حسوا بالطمأنينة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فهنيئا لأهل الخير، ونسأل الله أن يتقبل منهم. وسألناهم: ها
هل في أي مصاريف دفعتوها في العدادات اللي تم تركيبها؟ ما حدش طلب مني فلوس عشان نجيب العداد، وهم جزاهم الله خير إن هم لعوا ظروف واتقوا ربنا فيي. محتاجين مساندتكم ومساعدتكم عشان نوصل للناس اللي فضله، وده مش هيكون إلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل كل جنيه وكل صدقة بتطلع من جيب إنسان يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. شكراً. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلونا وإحنا بنفكركم دايماً بأن إحنا في حملة سقيا الماء تحديداً وصلات المياه في قرية الكفاح، وقرية من ضمن قرى كتيرة موجودة الحملة يعني يعتبر أو بتعتبر هدف كبير وأساسي أنها تغطي أكبر عدد من المحتاجين في القرى. خلينا نرجع للدكتور أحمد. دكتور أحمد، دلوقتي يا ترى حال الناس دي، كان أنت بتقول لي على موقف قبل الفاصل وقبل التقرير، الصحابي أو اللي في المسجد يبقى على كتافه هموم، قد إيه الهموم دي كانت على اكتاف هؤلاء؟ هنرجع للتقرير بس بعد ما نكمل الحكاية معاك. هو التقرير احنا بنقول الموقف ده علشان نربط التقرير ونقول للمشاهد انه قد ايه جبرك لخاطر الناس دي هو جبر خاطرك انت. النبي يدخل المسجد فيلاقي واحد من الصحابة مهموم جدا وحزين جدا، يقول له مالك؟ يقول له يا سيدنا النبي انا مهموم، علي ديون وعندي هم وكرب عظيم جدا، أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده معهوش يديله، فقال له طب تعالى، ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ صلى الله عليه وسلم. إذا قلتها أذهب الله همك وغمك. قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالصحابي يقول فقلت فأذهب الله عني ما أهمني. الشاهد هنا إيه؟ أنت ممكن تشوف التقرير وتقدر تساهم وتتصل، الأرقام موجودة، تتصل وتقول والله أنا هاخد وصلة وصلتين ثلاثة أربعة خمسة أي حاجة بقى، وممكن تكون مش قادر فتقوم تساعد القادر أنه يوصل للناس دي. تدل على الخير بقى، ما أنت هتدل على الخير في الحياة دي. أو إنك أنت أقل حاجة تقول كلمة طيبة وتدعو دعاء طيبا لهؤلاء، أن يكون فيه من هو سبب لإدخال السعادة والحب الفرح ليهم والفرح طبعا لهؤلاء. تيجي بقى تشوف إحنا يعني اللهم لك الحمد في نبض الحياة، وحملتنا حملة سقيا الماء لأنه إحنا في نبض الحياة بتوع سقيا الماء، احنا في نبض الحياة متخصصين في المي، ده تخصصنا وده شغلنا وده نشاطنا، وانت شايف حضرتك الحلقات اللي فاتت كلها قد ايه احنا بنروح في كل محافظات الجمهورية وبنشتغل علشان نخفف الاعباء عن الناس دي، وبيتم التعامل بمفهوم الماس برودكشن، يعني مش واحد ولا اتنين، لا ده بتخشوا على القرية بتشوفوا صحيح المية المتين التلتمية اللي محتاجين صحيح ايا كان بقى العدد. العدد حتى لو كبير بنقسمه. التقرير كان فيه سؤال كده تسأل في تقرير من التقرير اللي سمعناها دلوقتي. بيتسأل الراجل هي نبض الحياة جات لك امتى؟ جات امتى بحملة سقيا الماء عشان تدخلك؟ ما قال تقريبا من 20 ل 30 يوم. انت عارف المسألة دي ليه اخدنا 20 او 30 يوم؟ ليه؟ ومسافة قصيرة كمان مش كبيرة. أيوة. مسافة يعني لا مسافة قياسية بس برضو انا شايفها كبيرة برضو. مستني لما يجي دخل اول ما جمع الفلوس اروح رايح بالمية بالمئتين بالتلتمية اروح ادفعهم في شركة المية واشتغل. طب لو الدخل ده جاني يبقى قصدك لو في السريع وتعجيل. أيوة. وتوافر أيوة. لدي المبلغ. أيوة. اقدر خطوتي اسرع. هو ده. هو ده. فكل ما هيكون فيه دعم ليا كل ما هيكون خطواتي أسرع. العشرين يوم هيبقوا خمس أيام، هيبقوا أسبوع على أقصى تقدير، وكل ما يكون فيه دعم وكل ما يكون فيه تواصل وكل ما يكون فيه ناس محبين للخير بيدعمونا ومعانا، كل ما هنقدر ندخل السعادة في أسرع وقت وجبرا لخاطري هؤلاء يا فاعل الخير. نتخيل الحالتين، هذه السيدة الكبيرة اللي بتقول أخيرا حسينا أن احنا طلعنا على وش الأرض بإيه؟ أو يعني وصلت مية راجل، وصلت مية. شوف قناعة الناس دي، شوف قناعة لا بص ده يعني احنا عايز المشاهد برضه نبني لهم بيتا مثلا، بس يعني مثلا أو معين بيوت الناس دي عفوا ده هي يعني شيء جميل ورائع ده أساسي. وصلت مية مع إن بيوت الناس دي بسيطة قوي.
بس شوف قناعة الناس دي، شوف احنا شغلنا الناس اللي بيتواصلوا معانا عشان نعمل حاجات دي عارفين ان احنا متخصصين في المية، فما يتصلش يقول لك تعالى ابني لي بيت، تعالى هات لي اكل، تعالى هات لي لبس، لا يقول لك تعالى ايه شوف تعالى دخل لي وصلة المية، هات لي عداد المية. فتخيل بساطة الناس دي وفرحة، بص في عيون الناس دي، بص كده في الرضا اللي في وجه الست الكبيرة دي بتتكلم، تحس قد ايه ان ربنا استعملك. فدايما تقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. وهذا هو المعنى الحقيقي، أن يستخدمك ربك في الخير وأن تسعى في الخير. ما احنا قلنا أن طريق الخير يعني إحاراته لا نهائية، امشي في السرعة اللي تناسبك في الحارة لحد ما ربنا يقدرك أكتر، انقل على الحارة اللي جنبها، عشان مضمار السباق في الخير مضمار يتسع بزيادة المتنافسين فيه. نروح الفاصل ده ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم، ومن خلال التقرير احنا بنسمعها برضو وشفناها وسمعنا الكلام الحلو قوي، الكلام اللي بيوجد في النفس دافع وحافز لان نتحرك، لان مفاهيمنا ليست مجرد مفاهيم استاتيك، لا بتحولنا الى طاقة ديناميكية حركية بنتحرك في الحياة. صانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. إيه المعنى ده؟ يعني أنت دايما محاط بلطف ربنا. أنت هل الحياة خالية من المطبات؟ يا سلام، مليانة مطبات. ما احنا اتفقنا أن احنا في الحياة الإيه؟ دنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهتلاقي في مطبات في حياتك. طب المطبات دي تطلع منها إزاي؟ إزاي بقى؟ بأفعال الخير اللي أنت بتعملها. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع من مكة، فربنا يجبر خاطر سيدنا النبي جبر عظيم جدا عشان يقول لنا اتعلموا. طلع من مكة وهو كان بيحب مكة قوي، طلع حزين، وقف كده على مشارف مكة وقال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. مش كده؟ طبعا. طب يجي بقى وهو خارج حزين جدا مكسور الخاطر من اللي هو تعرض له، فربنا ينزل عليه آية عظيمة جدا عشان نتعلم منها جبر خاطر أي حد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قمة جبر الخاطر اللي في الآية دي. مش انت طلعت من مكة اللي انت بتحبها وانت حزين ومكسور الخاطر من اللي عمله قريش واهل مكة؟ طب ما تزعلش، هترجع تاني بس في الوقت اللي ربنا يختاره. علشان كده اللي بيعمل معروف ما يقعش ابدا. النهاردة بقالنا اكتر من 1400 سنة ودعوة الاسلام في ازدهار وفي قوة وفي انتشار، كل يوم بيدخل ناس في رسالة الإسلام انت عمرك ما تتخيل الأعداد اللي بتدخل دي، وتلاقي ده نجاح مين بقى؟ ده نجاح دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تعرض لمطب معين في الحياة لأنه كان يجبر خاطر الجميع، ايه اللي يحصل له؟ ربنا يجبر خاطره. أيوة. وزي ما قلنا في حالة من الحلقات وزي ما سمعنا، صنائع المعروف اللي سيدنا النبي جاي يعلمها لنا ويعلم أهل الدنيا كلها، تقي مصارع السوء. ما مصارع السوء ايه؟ دي المطبات بقى، على مطب كبير مطب صغير، يعني عشان ربنا يقيك هذه المصارع هذه المطبات. صحيح. فكل ما تعمل عبادة جبر الخاطر فربنا يجبر خاطرك. زيد بن أرقم له موقف مشهور جدا جدا في جبر الخاطر جدا. ونزل في الصبي ده، هو كان صبي صغير، نزل فيه قرآن. طب نرجع لهذه القصة بعد ما نروح نشوف التقرير اللي معانا، نشوف تفاصيل التقرير من قرية الكفاح في الإسكندرية عشان نشوف مزيد من التفاصيل، حتى لو كان نفس الصورة، حتى لو كان نفس المشهد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بنفكركم وبنقول لكم لا ده شوفوا الفرحة وتأكدوا من الفرحة، وفرحة حقيقية، فرحة طلة من وشوش الناس والعينين بتبرق بكل ابتسامة وسعادة. خلينا نروح للتقرير ونرجع لكم تاني. قرية الكفاح شمال التحرير
اسكندرية، جايين بنقول لكم الناس هنا انتوا جبرتم خاطرهم، ربنا يجبر خاطركم زي ما جبرتوا خاطر الناس هنا ودخلتوا عليهم الفرحة والسعادة والسرور. احنا كده العداد جالنا واحنا كنا قبل كده يعني متألمين من المية والله، بس رجال الخير والناس بتاعت الخير جابوا لنا العداد ووقفوا معانا وربنا كرمنا وهنبقوا تمام ان شاء الله. احنا قبل العدادات ديت ما تيجي النهارده والله احنا كنا محتارين نشربوا ازاي، وحتى كان تلتين مواعيدنا بنسيبوهم من غير غسيل، ما فيش مش لاقيين نشربوا ولا نصبينه ولا نعملوا اي حاجه خالص. البركه في اهل الخير الناس اللي ربنا يديهم ويسعدهم ويشفي لهم ولادهم ويبارك فيهم ان شاء الله. النهارده جايين وجايبين معانا الفرحه، النهارده جايين وجايين نشوف الابتسامه على وشوش الناس اللي هنا، الصغير قبل الكبير. من شهر كنا موجودين معاكم هنا في نفس المكان، بس كنا بنصور المعاناه بتاع الناس واحتياج الناس، شفنا البكا بتاع الناس وهي نفسها ان يبقى عندها وصله ميه. علشان كده اهل الخير ما تأخروش لما شافوا معاناة الناس دي واستجابوا، وربنا استجاب لدعوات الناس اللي هنا وعلى طول سرعوا وبدروا. واحنا قبل العداد ما يجي كنا مصعبين بصراحة، لان الماء كانت مقطوعة علينا وما كناش بنشرب صراحة، ما كناش مصدقين الماء توصلنا، وصرانا كنا يعني من كل مرة يعني كنا نشحط الماء من الجيران، وما كناش مرة نروح مرة تاني مرة نقوم متقلين مننا. فبعد كده يعني بقينا نروح نجيب من بعيد ومن الجوامع وكده، تمت منظرنا ما عادش حلو خالص صراحة. بعد العداد ربنا كرمنا والحمد لله، وعيالنا هيقدروا يشربوا ويقدروا يصبنوا ويقدروا يعملوا كل اللي هم عايزينه. عشر أيام والعدادات جت؟ لا ما تأخرتوش يا بس، يعني بخلال العشر أيام كده كان العداد جه. ما حدش طلب مني فلوس ولا طلب مني أي حاجة. مال الخير جم بالمناديب بتاعتهم، والعالم جابوا لنا العدادات كتر الله خيرهم، ويشكروا على المعروف اللي بيعملوه. مبسوط والله الحمد لله وتمام التمام، والبركة في رجال الخير اللي عملوا لنا المصلحة الحلوة دي، وربنا يطولنا في عمرهم يا رب ويجازيهم خير على اللي هم بيعملوه. لذلك ما فيش في ايدينا حاجه نقولها لكم الا جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم هذا العمل الصالح وجعله في موازين حسناتكم. والله يعني صراحه متشكرين الناس دي خدمتنا صراحه، لان احنا كنا صراحه كنا فقدنا الامل خالص ان احنا اللي نتوقع ان الماء تخش لنا في البيوت، وصراحه ان احنا مش عارفين نشكرهم ازاي صراحه، لان الناس دي صراحه عملت، لان الماء دي روحنا اصلا، يعني الماء دي من غيرها ما فيش اي حاجه تعيش على وش الدنيا. يعني احنا متشكرين مش عارفين نشكرهم ازاي صراحه، العالم دي صراحه عملت معنا ما حدش عمله. من النهارده ما عادش فيه تعب، ما عادش فيه معاناه، ما عادش فيه احراج مع الجار. من النهارده ما عدناش هنشوف الست الكبيره اللي كانت بتحمل الجيركن عشان خاطر تجيب الميه من على بعد كيلو واتنين كيلو. من النهارده ما عدناش هنشوف اطفال بيشيلوا الجراكن ممكن كان بعد خمس ست سنين يحصل لهم انحناء في الظهر. الحمد لله ما عدناش هنشوف الكلام ده. في ناس تانيين مستنيين ندخلهم المرحله التانيه، وفي قرى تانية مستنيين ان احنا ندخل لهم كمرحلة اولى. مين حيقول انا معاكم؟ مين حيدخل السعادة والفرحة والسرور؟ مين حيسارع؟ شكرا لمؤسسة نبض الحياة. اهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم من تاريخ قرية الكفاح بالاسكندرية. ويمكن نداءات السادة الأفاضل اللي موجودين في التقرير مين يساهم ومين ومين، وجميل أن نزايد على بعض في الخير، لا نزايد قوي، ده واقع حقيقي وده إنجاز حقيقي ونتاج مجهود كبير لهذه الحملة بكل أفرادها. دكتور أحمد، يعني ربما يرى المشاهد على الشاشة صورة مختصرة، ولكن خلف هذه الصورة ناس بتشتغل بجد، الفنيين والعاملين بتوع شركة المية، العاملين في الحملة بكل تفاصيل الأيادي البيضاء اللي موجودة فيها. دي خلية نحل. الخلية دي شغالة عشان عبارة واحدة بس، أنا أسعد واحد إن أنا سمعتها في التقرير، بيقول الناس دي، بيقول بالحرف الناس دي عملت لنا اللي محدش عمله، اللي محدش عمله.
هي دي الخليه اللي شغاله وشغاله عشان لان دي. بالنسبه له هو شخصيا دكتور أيوة. خلينا هي منتهى شغله وبالنسبه لاي حد عارف كلمه منتهى شغله وبالنسبه لاي وهي أيوة. مهمه جدا بالنسبه لانها مش موجوده الميه لو قطعت في بيتي او بيت حضرتك مش هقدر ربع ساعه مش هقدر اعيش الدنيا بتبقى عامله بتبقى طبعًا. شكلك عامل ايه اتلخبطت كلها ابسط حاجات الاساسيه مش عارف اعملها الميه مش كده طبعا فهنا بتيجي الخلية اللي شغالة دي كلها سواء يعني أنا وحضرتك بينين للمشاهد في فريق عمل ما احنا لازم نظهر أعمال الناس اللي حوالينا في فريق عمل كبير جدا 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 عشان الصورة دي مش عشان الحلقة اللي احنا بنعملها دي تبان لا عشان العمل اللي هو ايه عشان إنجاز. وصلت الميه الانجاز اللي فينا اللي بنشايفينه وصلت ميه ايوه عشان وصلت الميه تطلع للنور كده في خليه شغل شغاله عشان تطلع الحاجه دي بالصوره دي يعني بدءا بالاتصال التليفوني اللي بيرد عليك بكل ادب وبكل حب وترحاب في من على الارقام اللي قدامك على الشاشه عزيزي المشاهد وصولا ومرورا وانتهاءا يعني محطات كتيره بافراد كتيره وعايز ارجع برضو للي موجودين في الساده اللي موجودين في التقرير ولكن قبل ما ارجع برضو للتقرير كنا علقنا قبل الفاصل الحكايه زيد بن ارقم زيد بن ارقم زيد بن ارقم ده كان صبي صغير وقاعد كده وقاعد جنبه زعيم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول فعبد الله بن سلول رأس النفاق قاعد مع اصحابه وقال لهم ايه لما نرجع المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقصد إن هو الأعز ويقصد سيدنا وتجرسنا عليه الصلاة والسلام إنه كده فزيد سمع الكلمة انهار ربي أنت تقول عن سيدنا كده فطلع جري زيد بلغ مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي عمل إيه زيد لسه صبي صغير فسيدنا النبي بعت لابن سلول وقال له تعالى قلت الكلام ده قال له انا ما حصلش اللي بلغك كذب عليك انا اقدر اقول كده مستحيل لساني ما يجرؤش يقول الكلام ده فجحد زعيم المنافقين الكلام وكذب الرسالة فكل المجتمع لم مين زيد قال له انت عيل صغير ما انتش مدرك انت بتسمع ايه وازاي تقول حاجة زي كده فبيقول عن نفسه فأصابني من الهم ما لا يعلم به إلا الله طبعا طبعا بقى الدنيا بقت قدام سيدنا زيد دلوقتي صعبة جدا لأن كله كذب من سيدنا زيد فيجي سيدنا النبي قبله يبص في وشه كده ويمسك ودنه ويفرك ودنه كده بإيه حنان وبحنو فسيدنا منحه دفئا سيدنا يقول يا سلام الهم اللي في قلبي كله زال لما ابتسم رسول الله في وجهي وعرك أذني فرك كده أذني كده إيه بحنان كده وأنزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وربنا أنزل براءة سيدنا زيد وكذب زعيم المنافقين هنا لمسة جبر الخاطر فين في ابتسامة سيدنا النبي في وجه سيدنا زيد وتتسع دائرة الجبر فيجبر الله سبحانه وتعالى سيدنا زيد بقرآن كريم يتلى إلى يوم القيامة ده الجبر شوف ويصدقه دوائر الله الجبر تتسع ويصدقه تتسع الله فيما قال ويعلن الله عز وجل كذب زعيم المنافقين فتعال هنا الشاهد عندي وعندك إيه إيه علاقة ده بنبض الحياة وحملة سقيا الماء يا أخي إحنا بنروح نبتسم في وجه هؤلاء يقولك إحنا عندنا 100 200 300 500 ألف وصلة مية في العزبة دي عايزين نعملهم فتقوم تقول إن شاء الله جبرا بخاطري وخاطرك ربنا هيرزقنا بالمدد اللي نعمل بيه وصلات المية دي يعني أنت لما بتقوم يعني أي حد فينا لما بيقوم يعمل خير هو بيعمل خير في نفسه يا أخي وما تقدموا لمن؟ لأنفسكم يا سيدي والله اللي أنت بتعمله بتعمله لنفسك لقد أفضل حتى لما الواحد ينتقل يعني يتوفاه الله سبحانه وتعالى ويستوفي أجله يعني يقول لك أفضى إلى ما قدم الله شوف لما تفضي إلى ما إلى ما قدم إذا ما قدمت أيوة. خيرا نعم أنت رايح للي أنت عملته أيوة قصة حياتك أنت بتسجلها بأعمالك
فضع في سجلك ما يسرك أن تراه يوم القيامة، بل ضع في سجل حسناتك ما يسرك أن تراه أنت في القبر لوحدك، ضيق مظلم لوحدك، لا أنيس، لا هواتف محمولة، لا تلفزيونات، لا حد يكلمك، لا جريدة تقراها، لا حد تكلمه، إلا عملك، إلا هو اللي يقف جنبك يقول لك أنا المستثنى هنا. الله المستثنى، الله العمل الصالح. نعم العمل الصالح، هذا العمل الذي يبيض وجهك يا رب، هذا العمل الذي يكون في صحيفة عملك، هذا العمل الذي يجعلك في الموقف الذي حساب ولا عمل، ومن قبل كان عمل ولا حساب. نروح لآخر تقرير معانا ونرجع لحضراتكم مرة تانية، وما زلنا في قرية الكفاح، ولاحظوا كل تفاصيل المشهد من عمال شركة المية، وهنرجع عشان نعرف المشهد كله والعوامل المحركة والعوامل المساعدة اللي فيه، وخليكم معنا دايما. قرية الكفاح شمال التحرير، جينا هنا عشان ننقل لكم الفرحة والسعادة اللي في قلوب الناس اللي احنا شفناها وحسناها في عيونهم وفي قلوبهم وفي حياتهم. جايين بنقول لكم جزاكم الله خيرا على اللي انتوا قدمتوه. قبل العداد الواحد لما جيت انت، انا ما صراحة يعني ما كنتش مصدق فعلا يعني إن في ناس قبل كده كانت تيجي زي كده وتقول وما لقوش الكلام ده يحصل. النهاردة لما شفنا العداد يعني حاجة فرحة تانية خالص، دي وضع تاني خالص يعني. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم من أهل الخير. لما جينا هنا وصورنا مع الناس دي وتكلمنا معاهم وسألناهم عن طلباتهم وعن احتياجاتهم، كان لهم مطلب واحد كلهم مجمعين عليه، إن احنا نوصل لهم وصلات مياه. العداد ركب من غير ما ندفع فلوس. العداد جال امبارح والنهاردة ان شاء الله اهل الخير هيتوصلوا معايا وهركب. ولما جينا النهاردة عشان نركب لهم وصلات المياه ونوصل لهم العدادات ونشاركهم فرحتهم وابتسامتهم، اول حاجة بدرت لذهن من القرآن هي كلام ربنا سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الآية دي مع اللي احنا فيه النهاردة ده كان لها معنى كبير جدا جدا على نفوس الناس دي وعلى كل الناس اللي بتشاهدنا. وانا عايز اقول لهم ووصل لهم رسالة من كلام ربنا سبحانه وتعالى لكل فاعل خير شارك معنا في العمل ده، عايز اقول له انت بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى من الناس اللي ربنا اصطفاهم، من الناس اللي ربنا اختارهم علشان يكونوا من أهل الاصطفاء والاختيار لفعل الخيرات. انت ربنا اصطفاك للعمل ده. عايز اقول له انت من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وكل لهم ملائكة كل يوم يدعوا له ويقولوا له: اللهم أعطي منفقا خلفا. نشكر الله ونشكر أهل الخير اللي هم ساهموا في المية معانا ووصلوا لنا مية، ونشكر نبض الحياة اللي هي ساهمت وتابعت مشوارنا وعطفت على ناس كثير هم مستحقين، غلابة فقراء لا يحالهم لا غير متيسر، لا يقدر يملكون أكثر من الجركن اللي هم يملكوه ده أبو كان 2 جنيه ثمن يروحوا يملوه على كتفهم يشتروه فاضي حتى يروحوا يملوه. الشكر لله أول كل شيء، ثم الأهل الخير، ثم النبض الحياة اللي هي ساهمت وتابعتنا. تخيل تخيل بالصدقة الجارية اللي انت عملتها وشاركت معنا فيها في وصلة مية دي، انت ربنا سبحانه وتعالى وكل لك ملك كل يوم يكتب لك حسنات ويدعي لك ويقول لك: اللهم أعطي منفقا خلفا. لسه معنا وصلات كتير ومعنا ناس كتير محتاجين وصلات مية، محتاجين دعم أهل الخير. لو انت شاركت
حاول تشارك تاني عشان تاخد بدل الثواب 2 و3. ولو انت لسه ما شاركتش الفرصة قدامك، اوعى تتأخر عننا. نبض الحياة معاك، هتتصل بيها النهاردة، تاني يوم هتبقى على أرض الواقع بتوصل للناس مية وبتلبي احتياجاتهم. نحن نشكر نبض الحياة اللي هم وصلوا والله وصلهم ليني، نشكر الله الأول ثم نشكر نبض الحياة اللي وصلت لينا وردت لينا الحياة مرة تاني بعد موتني. أهلا بحضراتكم من جديد، والابتسامة عدوى والفرحة عدوى. لما بنشوف الناس مبتسمة بنبتسم، لما بنشوف الناس فرحانة بنفرح أكتر. ليه؟ لأن احنا شايفين اللي بيحصل. عارفين أعزائي المشاهدين ودكتور أحمد، لو جبنا أي حد من السادة الأفاضل من أهالينا دول وقلنا لهم امسك الميكروفون واتكلم في أي ظرف تاني، مش هيتكلم، مش هيقول كلمة، لأن هيقولك طب أنا أقول إيه؟ أما هو صاحب حاجة ومعاناة وعانى ولقى الفرحة ولقى اللي هو عايزه، فتلاقي عنده طلاقة في الكلام، يتكلم كلام حكم، مش كده ولا إيه؟ هو ساعات بيتكلموا أحسن مننا. مش كلام حكم. الكلام. كلام حكم. صحيح. لأنه شفت الراجل اللي بيتكلم دلوقتي يقول لك أنت جيت عملت حاجة للناس هم ما كانوش متوقعين أبدا إن هي ممكن تحصل، وهم أصلا من بساطة الناس دي ومن حالهم البسيط سمعت الراجل بيقولك ده هما بالكاد يمكن لا يملك تمن الجركن الفاضي اللي عايز يروح يشتريه عشان يجيب فيه مي. شوف لحد فين انت بتختار نوعية الناس دي. شوف شكر الراجل ده. احنا في نبض الحياة وحملة سقيا الماء دي بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها دي، احنا مجرد أداة، احنا مجرد شعاع أمل، احنا مجرد لمسة حنان. وكمان بيرجع سفير فوق العادة، يعني هو اللي بيتحمس وبيقدر يبقى يعني أحسن من 100 وسيلة تانية في الوصول إلى المتبرعين المساهمين، لأنه هو خلاص شاف وعرف، فبيقدر يعمل حالة من حالات يحفز الآخرين أنه يشاركوا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد صبري الداعية الإسلامي، ونلتقي دائما على هذا الخير إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.